مشاهدينا تلفزة تي في أحباء كرة اليد، مرحبا بكم في موعد جديد من هوند بلوس. قبل ما نبدأ حلقتنا باش نرحبوا بالضيوف اللي حاضرين معنا اليوم. رئيس الإدارة الوطنية للتحكيم السيد الأسعد أحلاي، مرحبا بك. الصحفي المختص في كرة اليد بجريدة الشروق منير زبابي، مرحبا. مرحبا مريم ومرحبا بكل معناها مشاهدين برنامج هوند بلوس. كميل دمق نائب رئيس الجمعية النسائية بصفاقس، مرحبا. عايشك بارك الله فيك مريم على الاستضافة. ورئيس الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية سيد لطفي المكني، مرحبا بك. وبك أكثر مريم، ومبروك علينا المولود الجديد هوند بلوس. مبروك على كل أحباء كرة اليد. باش نبداو حلقتنا، قبل احنا النهار لحد الفارط فقنا على خبر وفاة الزميل الصحفي محجوب الهمامي، نشاهدوا مع بعضنا. تلقينا صباح الأحد 19 فيفري نبأ وفاة الصديق والزميل الخلوق محجوب الهمامي، ابن معهد الصحافة وعلوم الأخبار. مر في مسيرته بعديد من الوسائل الإعلامية، منها قناة نسمة والتلفزة والإذاعة الوطنية، كما تألق مؤخرا في قناة الكأس القطرية. انطلقت معه قصص النجاحات وتوددت علاقات الأخوة والمحبة بيننا جميعا بلا أقنعة ولا مصالح ضيقة. إن العين لا تدمع والقلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الله سبحانه وتعالى، فكل نفس ذائقة الموت، رحم الله الفقيد وأنزله منازل الشهداء والصالحين. كامل فريق تلفزة تي في تقدم بأصدق التعازي لأهل الفقيد وذويه، ونسأل الله أن يرزقهم جميعهم الصبر والسلوان. منير، أكيد أنت تعرف الزميل المرحوم محجوب الهمامي. أكيد مريم، أول حاجة نحب نترحم على زميلنا وصديقنا في الحقيقة وأخونا، معناها تربينا وعشنا مع بعضنا في معهد الصحافة وعلوم الأخبار، محجوب الهمامي اللي معرفش معناها مسيرته مش طويلة في عدد السنوات، لكن مسيرة حافلة، وذكر معناها في الريبورتاج عديد وسائل الإعلام اللي تعدى بها. الحقيقة كان معروف بالكلمة الصادقة بالجرأة، معناها وهذا اللي خلاه الحقيقة ينجح ويكون معناها من الصحفيين اللي مثلونا أحسن تمثيل البرة معناها في الخليج. نترحموا عليه مرة أخرى، وإن شاء الله معناها اللي يبقاو زملاء ويكملوا المسيرة. ومحجوب راهو اللي ما يعرفوش كان مغروم برشا بكرة اليد، وبدا معناها في برنامج كرة معناها ناس الهوند في قناة نسمة. ان شاء الله ربي يرحمه ويكون مثواه الجنه وكذا. ان شاء الله مثواه الجنه والله يرحمه. باش نتعداو الاخبار، نبداو باخبار محترفينا بالخارج. تم اختيار لاعبتنا الدوليه منى شباح كافضل لاعبه لشهر جانفي 2017 في البطوله الفرنسيه بعد تقدمها في الاستفتاء الموجه للجمهور على الموقع الرسمي للرابطه المحترفه لكره اليد النسائيه الفرنسيه بنسبه 54%. كذلك كيف ما عودنا لاعبنا الدولي وائل جلوز تألق في المقابلة الأخيرة هذا الأسبوع مع فريق برشلونة، وهو أمامنا نشاهد أهداف وائل جلوز. المحلية سيد رضا المناعي نائب رئيس الجامعة التونسية لكرة اليد يتقدم بالترشح نتاعو للانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الوطنية الأولمبية التونسية واللي باش تنعقد يوم 12 مارس القادم. نقعد مع الأخبار المحلية. مؤخرا في المواقع الاجتماعية وداخل عائلة كرة اليد سمعنا أخبار حول المدرب الحالي لشبيبة الشيحية عصام لحياني، أنه باش يكون خليفة المدرب رياض الصنع وباش يترأس منتخب الكبريات. التوضيح يجينا مع عند عصام لحياني. والله بصراحة يعني باش نبداو بالحق، يعني ما ثم حد شيء، الكلام كله لبرا، ريال مو ما ثم حد شيء.
الكلام خرج قبل الشامبيونات دافريك، بعد اتصلوا حتى تقريبا برئيس النادي من بعد ما سمحت شيء، يعني تريف كامله تعدات وتو رجعنا البطوله. انا متعاقد مع شبيب الشحيه، ما نجمش بصراحه، ما تسمحليش اخلاقياتي اني نخلي، رغم اللي منتخب ما يجم يرفضوا حتى حد، لكن ما تسمحليش اخلاقياتي اني نخلي بالنادي وبالمسؤولين اللي بصراحه ما لقيت منهم كان القدر الكبير والاحترام الكبير، وفي فتره صعيبه اللي احنا نلعبوا ربع وسبت وقادمين على مرحله ثالثه ويتحدد فيها مصير الجمعيه، يعني يلزم يلقاو انتران دونتونت، واذا كان اللي فيه الخير ربي يسهل فيه. نرجع معك منير، شنو الاخبار اللي اخترت انك تعلق عليهم؟ والله نحب نعلق على وائل جلوز، بصراحه برافو، احسن سفير لكره اليد التونسيه في اسبانيا، ورينا سي لطفي معناها الدخله كيفاش في مقابله نتاع كره يد، الجمهور معناها يعمل كيف. نحب نقول معناها وائل جلوز طاقه كبيره برشا، ما عرفناش كيفاش نستغلوه في المنتخب الوطني، وتبقى ديما السؤال المحير اللي شخصيا نطرحه برشا مرات، معناه وائل جلوز في برشلونة، وائل جلوز في المنتخب، معناه فرق بعيد برشا. وهنا ربما اللوم مش على وائل جلوز، ولكن على ربما الإطار الفني، على المحيط، على المنتخب، على معناه علينا احنا كتوانسة ما عرفناش نستثمروا القوة الرهيبة هذه واللعب بخصال وائل جلوز. الأخبار الثاني عصام اللحياني، أكيد الحقيقة أنا خرجت الأخبار مريم. عصام اللحياني كفاءة كبيرة برشا، وعمل تجربة معناها تعدى بالشيحية بجرمدة، معناها منتخب الصغر، منتخب الوسطيات الكبريات، كذلك كان مساعد مدرب، اليوم في الشيحية. عصام اللحياني نتصور أنه أقرب بروفيل ينجم يكون في المنتخب الكبريات، خاصة أنه الجيل الجديد هذا احنا ما عندناش تحديات كبيره، ومن هنا زوز مواسم اخرين باش نلعبوا كوب دافريك ولا كوب ديموند، نتصور انه عصام اللحياني ينجم يكون المدرب المناسب لمنتخب الكبريات، وخاصه انه الجامعه ما ينجمش تفكر في زوز اجانب معناها لمنتخب الاكابر والكبريات. سي لطفي باش نمشي معاك الاخبار، منى شباح وكيد سفيره كره اليد النسائيه في اوروبا، اخبار منى شباح وتالقها من جوله لجوله في البطوله الفرنسيه. احسن سفيره، قلت سفيره كره اليد النسائيه في فرنسا، احنا فرحانين بالخبر هذا، وابيتو منى شباح معناتها معروفه في احنا نفرحوا سي لطفي، لكن الجامعه ولا الرابطه النسائيه كيفاش معناها ترد رده فعل اللعبه هذه على كما الانجاز هذه نتاع شهر جانفي؟ والله معناها راسلوا اللعبه نشكروها، هي جايه داير فما راسومبلومون باش يصير في الظرف نتاع الياشي في الفتره نتاع الراحه باش تجي لهنا، وان شاء الله باش نفرحوا بها قال ان شاء الله تكون ضيفه معنا. سمحني مريم، منى شباح هي لاعبه وفيه للخصال نتاعها، لاعبه معناها متشبعه بكل خصائل اللاعب المحترف، معناها تعرف روحها وقتاش كيفاش ترجع، وقتاش رغم انه اصابه معناها اللي تعرضت لها ما خلتهاش تبقى بعيد برشا، فيسا رجعت، فيسا معناها خذت احسن جواز في شهر جانفي. ومنى الشباح بتبيع مكسب لتونس، الكرة اليد التونسية النسائية، ومكسب للمنتخب، وبالتأكيد معناها جوارة استثنائية، إن شاء الله باش نقعدوا سنوات أكيد باش نجموا ربما نشوفوا لعبة أخرى بالخصال هذه. كما قلت سي لطفي، منى باش تحضر، هي حاضرة معنا في البلاتو في الديكور نتاعنا، تستحق أنها باش تكون حاضرة معنا، إن شاء الله أول ما تكون في تونس تكون ضيفة معنا في هوند بلوس. من الأخبار باش نمشيو مع الرابطة النسائية ونهاية المرحلة الأولى، المكتب الرابطة الوطنية كانت عقدت اجتماع، نشاهدوا مع بعضنا أجواء الاجتماع وتصريح الأندية اللي كانت حاضرة. في إطار الاستعداد للمرحلة الثانية من البطولة الوطنية، عقدت الرابطة الوطنية لكرة اليد النسائية مساء الجمعة بمقر الجامعة اجتماع إخباري بحضور 10 أندية من القسم الوطني أ و ب كبريات. حبينا قبل كل شيء نهنيكم على المولود الجديد هوند بلوس في التلفزة التلفزية، هذا شيء يفرحنا. كما كنتم تشوفوا الجمعيات فرحانين على المرحله الاولى، سورتو على طريقه البرنامج نتاع المرحله الاولى، احنا عيطنا لهم اليوم باش نقيموا المرحله الاولى، وخاصه باش نشوفوا معاهم المرحله الثانيه اللي هي هامه برشا، تستنى فينا مرحله صعيبه شويه لان النتائج قرب لبعضهم، الفرق قرب لبعضهم،
نتصور اللي كلنا باش نكونوا موجودين في المرحلة هذه باش نناقفوا مع الجمعيات هذه، نحبوها تتعدى في أحسن ظروف وفي ظروف طيبة وفي كامل روح رياضية زيت. الحق تعديت مرحلة تنجم تقول سانز انسيدون، ثمك الفورميول نتاع الكادات الناس كل حب ذاتها، التحكيم كان في المستوى، إن شاء الله نواصلوا على نفس المنوال وتعدى الأجواء بالكداف في الدوزيام فاز، رغم اللي احنا تعدينا نلعبوا بلاي اوف وانا باسو بلاندر، وإن شاء الله نواصلوا كيكا. أهم النقاط اللي عملنا تقييم معناها البارتي الأولانية بتاع البطولة اللي تعدت في أجواء طيبة، اللي سورتو حاجه باهيه اللي لي كاديت ولا يتبعوا السينيور، معناها النيفو ولا خير برشا من قبل نتاع لي كاديت، كلهم دي بوين بوزيتيف، وان شاء الله الدوره الثانيه تكون خير من الدوره الاولى. ما يخفيكش معناتها الموارد الماليه هذه ديما تمثل عائق معناتها للجمعيات الكل، صحيح الوزاره معناتها عندها القسط الكبير معناتها في تمويل الجمعيات، السنه اللي حدنا ثم تاخير كبير في القسط هذا، نحن من شيرتنا قاعدين نحاولوا قاعدين نسعوا باش الموارد هذه تتصب في اقرب وقت، وجمعيات بيدهم هما يلزموا يسعوا معنا، وان شاء الله اللي فيه الخير ربي يسهل فيه وكا. كما اجمعت تصريحات الانديه على نجاح المرحله الاولى مقارنه بالمواسم الفارطه. السنة الجمعيات تحسها كما الـ A كما الـ B قراب لبعضهم، بالرغم اللي فما المنافسة كبيرة معناها، خاصة نحكي لك على اللي موجودين فيها، احنا نادي فتيات بنزرت موجودين في القسم الوطني B اللي سنين مراهنين جديين على الصعود، اللي احنا تعدينا الدوزيام فاس تعدينا الأولين، فهمتني، باش نلعبوا مع فرق كبيرة من الجنوب ومن الوسط، ان شاء الله تتعدى اجواء طيبه والاجدر هو اللي يطلع ان شاء الله السنة. كنا نشاهدوا في ملخص اجتماع الرابطه الوطنيه لكره اليد النسائيه والانديه اللي كانت حاضره، نذكروا للحضور كان 10 انديه على 18 نادي. سي لطفي، تقييمك وشنية النقاط؟ نعرفوا للانديه اللي كانت حاضره اثرت على نجاح المرحله الاولى، انت كيفاش تقيمها وشنية النقاط اللي ما مشيتش في المرحله الاولى؟ نجم نقول قبل كل شيء انا فرحان على الاجتماع هذا، شنو فرحان اني سمعت نوادي كلهم معناتها ماشيين في اتجاه واحد، قالوا كلمتهم على المرحله الاولى، فرحانين بها المرحله الاولى لازم نقولوه، حتى في بعض الاحيان زاد كده حاجه خايبه لازم نقولوها. كيف انا تفاجات اللي هما كلهم تكلموا على التحكيم وكانوا فرحانين بالتحكيم، هذا فريمون خاطر انا في وسط الجمعه التليفونات اللي تجيني من ماتش لماتش او حكم، اليوم في اجتماع رسمي الناس الكل راضين بالتحكيم، وهذا شيء يفرحني انا ويفرح لجنه التحكيم. بالنسبة للحاجات حبيت زادة نشكر أعضاء، ننساوش اللي أعضاء مكتب الرابطة راهم أكثرهم جدد ومازلنا في البداية متاعنا، دونك فما أعضاء قاعدة تخدم في خدمة هما جدد واليوم نعتبرهم قاعدين يخدموا في خدمة باهية. فما الحاجات بالنسبة لنا مش من اللي مشاتش نجم نقولوا اللي هي ماك تعرف كل ريزيرف تسير ولا كل تشكيات تسير، بالنسبة لي أنا نعتبرها سلبية، معناتها ماذا بيا يكون يمشي مية في كل شيء يكون باهي توتي بو، ماذا بيا كل شيء باهي، دونك احنا خذيناها وسمعناها وعالجناها بالنجم ونعالجوها والنتيجه تعرفوها. نشوفوا راي اخر منير. اسمح لي مريم، باش نسمح لك منير، انت كتابعت البطوله الكل في الاكابر وفي الكبريات، تنجم انت كصحفي تعطيني رايك وتقييمك للبطوله؟ نفسد للاسف باش نفسد له فرحته معناها. لا مثال مثال، لا كان حضرت لك سمعت النوادي سي النوادي معناها الحقيقه كان جي عكس النوادي ذاك عديد الاراء اللي فيها وعليها. أبش عطيك سي لطفي معناها مسيش مرحبا بك، قضية بقضية الحاجات اللي معناها فيهم برشا لوم عليك أنت عرفت عليك أنت كرئيس رابطة، لأنك أنت اليوم معناها مش اليوم من مدة الحقيقة أنت متهم بالإنحياز لجمعيات معينة على حساب جمعيات أخرى. أي بون، فما قضية جيهان بالشيخ وأنت تعرف كيفاش تم سحب الاحتراز نتاعها قبل المباراة، لعبة نور رياضي بأريانا تم سحب الإجازة متاحة وقت اللي هي تسخن، معناها حاجة معناها ما تتخيلش، وطالبوها بدفع ترانسفير وكذا، هذه قضية. قضية أنه الأندية هدوا، فما عديد الأندية هدوا بإيقاف نشاط البطولة، وانت تتذكر على خلفية أنه بعض النوادي ما عندهاش جينيور،
وصارت جلسة معناها وتم استثناء البعض وكذا باش تصير تتواصل البطولة. وبالرغم فما تجاوز للقانون راهو في الحكاية هذه، لأنه فما نوادي فرض ونوادي سنة، الناس الكل عندها جينيور تلعب ما عندوش جينيور. أخويا القانون مادام القانون يمنع أنك يفرض على الناس الكل باش تكون عندها جينيور باش تلعب في البطولة، يلزم الناس الكل عندها جينيور، ما يقعش استثناء حتى جمعي. قبل ما تكمل خلينا ناخذ راي سي لطفي المكني في اللي قال لهم بعد شيء نجم ناخذ بالنقطه منير ونرجع. والله شو نقول لك، تعجبني لي في موضوع تاع جير بنسيخ. لا بعد مواضيع ما صايرين في الرابطه، جير بنسيخ سي موضوع قديم وموضوع تابع المكتب. سنة سامحني دقيقه، سنة تكلمت خلينا نتكلم انا وانت تفسر، خلينا نفسر بطريقتي انا الخاصه وانت تفسر بطريقتك الخاصه. جير بنسيخ فهمتني ولا سيت اون جوار، هذه صار فيها ترانسفير باش عمل ترانسفير انترناسيونال، فما جمعية قدمت عملت ريزيرف ضدها، ضرنا في الريزيرف كرابطة، عطينا حق للنور كرابطة، بعد عدى اللابيل، اللابيل مش تبعني خويا، تبع المكتب الجامعي، نظرت فيها وعطات فهمتني ولا لا 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 الإجازة توضع الوضعية تسويت وتريقلت من فما حتى مشكل، عطاوا الإجازة وسحبوا الإجازة. خاطر سيد إذا إنسان سمعني لا، إذا إنسان أنت ما تقومش بالواجب نتاعك باش تخلص في عوض تخلص 500 فرنك تخلص 100 فرنك، سامحني انت في خطا، برا صلح وضعيتك وبعد تكلم. انا بالنسبه لي انا كرابطه يلزم تفهم سي منير، راني جو سوي انستركتور دو جيستيون، لا عندي كوميسيون دو كاليفيكاسيون دو ليسانس ولا عندي كوميسيون داربيتراج الجامعه. انا كي تجيني موضوع يهم الليسانس راني نستشير على الوفات، نستشير المكتب الجامعي، ومكتب الجامعي يجاوبني، كي يجاوبني المكتب الجامعي على حسب الوضعيه انا نتصرف ناخذ قراري، فهمتني ولا؟ دونك الامور هنا واضحه. انت جبت على نقطه جين، خلينا في الموضوع الاقرب اليوم اللي نلقاوه وهو الورقه الزرقاء اللي عملت هكا برشا شوشره اليوم، الورقه الزرقاء اللي ترفع ضد ياسمين حمزه لعبت المهديه في مباراه ضد تبلبا. نعرفوا قانون الورقه هذه انه يمنحها انها باش تلعب، لكن من بعد في الجوله اللي بعد هذيك كانت لعبت ضد النور الرياضيه باريانا. انا نتساهل اذا 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 الورقه الزرقاء ولا مهديه عندها جوار مش قانونيه، علاش نور ما عملتش ريزيرف؟ نوضحوا الورقه الزرقاء مادام معنا سي لسعد احليم، هو ينجم يزيد يفسر لنا اكثر. بالنسبه للورقه الزرقاء كل استبعاد وسط الملعب معاه يتبع، اذا كان اللعب خشن ولا تفوق كلام ولا نوضحوا هي اخطر من الورقه الحمراء. صح، مع الورقه الحمراء الاستبعاد، مع ورقه زرقاء وزرقاء زرقاء كانت قبل الجيست نتاع الاكسبولسيون، تنحات الاكسبولسيون وقعدت ورقه ديسكاليفيكاسيون الحمراء. الحمراء كانوا قبل اش يعملوا في الحمراء قبل القانون هذا بتاع 2016، القانون اللي خرج 2010 يقول لك هذاك استبعاد ويمشي للمسؤولين يقول لهم هذاك معاه تقرير بعد الماتش، فما تدخلات وفما واحد تتنحك التقرير. جاء المشرع غير القانون 2016، غير باش يحكي مع الفرق يقول لهم راهو هذا تقرير، لا مع في بقعه التقرير بطاقه زرقاء، وقت يشوف يهز بطاقه زرقاء الحكم راهو يلزم يدون تقرير في جرته، مع التقرير اللي يحطه على ورقه التحكيم فما تقرير كومبليمونتير يزيدوا. وتاني واللعبة واللعبة تمنع من المقابلة. احنا بالنسبة كحكام اذا كان خرج ورقة الزرقاء راهو معه تقرير، تقرير يرفعه في خلال 24 ساعة للرابطة النسائية، والرابطة النسائية فما كوميسيون ديسيبلين هي تاخذ قرارات. احنا بالنسبة لنا احنا المهمة نتاعنا انتهت مع على حسب الرابور بعد التقرير بعثوا ريبورت. دونك نجمو نقولوا منير اللي ياسمين حمزه في مباراه اريانا ماهيش قانونيه باش تلعب. انا ظهر لي الرابطه النسائيه شافوها ورقه خضراء مش ورقه زرق، ظهر لي القوانين كان ما نعرفش ما على بالهمش بالقانون. مثل السيلوت يعطينا توضيح فيما يخص اللعبه هذه. لانه القانون واضح، قانون دولي هذا بدا يطبق في الصائفه. سامحني قاعدين انا نحكيو في حكايات في عوض نقدموا كره نسائيه، توا نحكيو في حكايات زرقاء حمراء بيضاء. مسالش مادام نحن المرحله الاولى كلها ناجحه. جمعيه حق من حقوقها فهمتني ولا دقيقه؟ علاش تتسائل انت؟ علاش تتسائل انت علاش النور ما عملش احتراز؟ خليني نكمل لك. عندك الوضعيه قبل تطبق القانون، انت عندك جاتك لعبه حصلت على ورقه زرقاء، واضح القانون معناها ما فيهوش اجتهاد برشا. كملت.
تفضل نجمو نتكلموا به. تفضل فهمتي ولا بالنسبه للورقه الزرقاء اخويا العزيز القانون احنا رانا نسوم الكوميسيون دو ديسيبلين نعاقبوا حسب تقرير حسب ما هو موجود في وسط التقرير النوادي العقوبات صوتوا عليهم عام 2015 الورقه الزرقاء راهي جات توا 2016 فهمتني ولا ها تعطيني قانون خرج لي قانون يقول كي تجبد ورقه زرقاء عندك مات جيبه لي وريه لي ما عندك انت تبارك الله قانون الاتحاد الدولي فما قانون انتم ما قمتوش بالتنقيحات هذيك الاتحاد الدولي اعلن على التنقيحات التنقيحات في سيرو توا في ما بيانتو دون 3 مو الاتحاد الدولي اعلن على تنقيح القوانين الاخيره واللي بدا يطبق فيها من جويلية 2015 وإحنا الجامعة متاعنا ولا المسؤولين على تنقيح القوانين للأسف ما بدلوش القانون الرابطة راتب الصالح اللي حسب التقرير متاع تحكيم العقوبة متاع ديسكاليفيكاسيون اللي سوفيزانت واضح معناتها بالنسبة لي أنا ما عاد عندي منذيب في الموضوع هذايا أنا مقتنع وسي سيتي أروفير أون روفورا لا ميم شوز سواء كلير خاطر مقتنع بالشيء اللي قاعد نقول فيه انت عندك ليكتور عندك نحترمها وتفكيرك نحترمه انا زاد عندي ليكتور وعندي لجنه تخدم على روحها ونحترم لازم نحترموا الليكتور نتاعها سي هذه هي النقطه اليوم نلقاوها نحن على المواقع الاجتماعيه في كره اليد في العبيد اللي دايره بينا الكل هذه فرصه باش نوضحوها معني ماهيش لازم انا بربي كلمه على المواقع الاجتماعيه بربي نعد كلمه هنا فما كلمه باش نقولها انا راني نحترم كل جمعيه اللي تدافع على حق راهو اما الحاجه اللي من ما نسمحش فيها اللي الناس اللي تخرج على السكه ولا تخرج كلام خارج على السكه في الموقع الاجتماعي هذا حد ما يقول راهو عندك الحق تدافع على جمعيتك وانا راني ومعاك ونسمعك ويجي الدق يجي اخويا ما كنت ريتها انت يا سي جمعيه النور ريت انت من صالح اللي انا غلط نفرضوا كرابطه غلط هز تليفون ويجي نوريوك نقعدوا نعملوا جلسه عمل ونوريوك تقنعني ولا نقنعك كان تقنعت كان ما تقنعتش هذا كان وراي انا ما عنديش انا ما عنديش انتماء الى جمعيه هذه كما قال سي منير ولا هذه انت ما عندي حد شيء كيف كيف نقعدوا مع المرحله الاولى وقادمين على مرحله التتويج شنو حضره الرابطه بالنسبه لمرحله التتويج مرحله التتويج البلاي اوف البلاي اوف مرحله التتويج هو المرحله الثانيه ومازال مرحله ثالثه راه مع العلم خاطر المرحله الثانيه هذه باش تبدا ان شاء الله الجمعه هذه على بركه الله وان شاء الله بيان سور هي عندنا قبل ما نعملوا المرحله هذه استدعينا حتى من الاداره الوطنيه للتحكيم في جلسه عمل وتحدثنا مع بعضنا باش نكونوا اكثر معناتها حاضرين ونكونوا بالنسبه للمقابلات الهامه باش الاداره الوطنيه للتحكيم تعطي اكثر اهميه رغم هي تعطي في الاهميه للرياضه النسائيه ما تزيد اكثر اهميه فهمتني رغم هي قاعده تزيد معناتها اكثر اهميه بالنسبه للمقابلات اللي هما في كل جولة تلقى مقابلة ولا اثنين اللي هما معناتها صعاب شوية دونك نهتموا بهم أكثر. باش نقعدوا مع البنات لكن مش نمشيوا للبطولة العربية كما قلنا معنا اليوم نائب رئيس الجمعية النسائية بصفاقس رسميا حسب ما صرحت لنا أنه الجمعية النسائية بصفاقس باش تمثل كرة اليد النسائية في البطولة العربية القادمة الشهر القادم بالحمامات. والله إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الناس اللي حبت اللي احنا كصفاقس نشاركوا في البطولة العربية وإن شاء الله التأكيد في الأيامات هذوما القادمة مش نرسلوا الجامعة معناها بأمور رسمية معناها اللي احنا مشاركوا إن شاء الله في البطولة العربية جمعية نسائية بصفاقس هذه فرصة باش نحكيه ونحن قلنا كل حلقة باش يكون معنا ضيف يمثل جمعية نسائية خلنا نحكيه على الجمعية النسائية بصفاقس الفريق هذايا شكون وراه كيفاش تحضيرات الفريق وخاصة منير في الكواليس قلنا اللي جمعية نسائية بصفاقس مقارنة بالمواسم الفارتة قاعدة تقدم قاعدة تعمل في برشا عمل شفنا حتى نهار لحد الفتيات في الوسطيات ولا الصغريات فازوا على النادي الإفريقي والله الجمعية النسائية بصفاقس تأسست عام 1978 تاريخ حافل بالبطولات والكؤوس في جميع الأصناف مرت فترة فراغ شوية المواسم اللي فاتت بحكم راهو تعرف في بالي الجمعيات اتقال موارد مادية كانت اللي شادين الجمعية ما نجمش نقول معناتها مادية نضعاف ولا حاجة لكن فما صعوبات مادية عشناها بون سنا بحكم رئيس الجمعية اللي جانا سيد مراد بعصيدة معناها قدم دعم مادي كبير برشا زاد كيف عودنا هيكلنا الجمعيه من الاول وجديد كلك سواء من ناحيه المدربين اللي نقدم لهم التحيه كيما سي نبداو من ليكول كيما سي سليم الشريف كيما احمد برماش كيما عماد القاسمي كيما مدرب الكبريات سي حاتم قداره
زاد ثم برشا دي ريسبونسابل معناتها اللي قاعدين يخدموا في التيران كيما خونا علي شتورو كيما دام نعيمه كيما برشا ناس معناها موجوده. الناس كلنا يد في اليد كنا ناويين اللي احنا نرجعوا امجاد الجمعيه. هذا كله لازم يكون فيه شخص معناها اللي عين بالرسمي معناها في الامور الماديه واللي يكون حاضر وموجود وقت نستحق وقت الغسرات اللي هو السيد الرئيس اللي معناها نجم نقول اللي هو استثناء الموسم هذا في جميع الانديه راهو نشوف معناها قاعدين ونتبعوا بالنسبه لي اللي هو استثناء معناها سنا وجود سي مراد بوعسيده اللي ما هوش كان جمعيته برك اللي دعمها برشا جمعيات كل ما دق الباب ولا ما عانوا وقفوا مع برشا جمعيات في ديبلاسمونات في كيران في نزل في كذا عمناه ولا احنا زاد هو اللي كمل بين الموسم بحكم عمناه وصارت مشكله بيننا وبين رئيس الجمعيه اللي تخلى معناها عن واجباته وكذا جاء هو انقذنا زاد الموسم اللي فات شدينا فيه صحيح السنة معناها باش يكون هو على رأس الجمعية متاعنا الحمد لله توافقنا تفاهمنا باش يكون هو رئيس وكاو معناها وتعدينا المرحلة هذه مرحلة احنا تو قاعدين نبنيه في مشروع للنهوض بكرة اليد في صفاقس وفي الجنوب بصفة عامة. المشروع هذا ان شاء الله يمتد على 3-4 سنين. اول حاجة نحبوا نرجعوا السمعة متاع الجمعية اللي تدهورت في المواسم اللي فاتت بحكم عدم الوفاء بالتزاماتها المادية ولا قدام لاعباتها حتى كي لعبة كانت تضرب ما ساعات ما نوصلوش النجم نداويوها في ساعة ولا كذا. سنا خدمنا برشا على حكاية معناها السمعة متاع الجمعية اللي حاولنا كيفاش نحسنوها حاولنا كيفاش نخليوها جمعية تكون بالرسمي معناها رايدة وجمعية الناس الكل تحترمها وجمعية الناس الكل تتمنى اللي هي تلبس مريولها معناها. سي لطفي ذولي كي نلقاو جمعية نسائية وعندها شكون اللي دعمها ماديا تنقص على الرابطة وتساهم في البطولة، تقييمك أنت لجمعية نسائية بصفاقس مقارنة بالمواسم الفارتة؟ والله جمعية نسائية بصفاقس على رأسهم سي مراد بوعسيدة معناتها رئيس قاعد حق قائم مجهود كبير ياسر. وبعيد على الصورة. وي فريمون الجمعية هذه عاملة إفور كبير قاعدة تخدم وربي يعينهم احنا حاس معناتها فريمون مشاكل عند الجمعيات الآخرين هما ما عندهمش في حكاية هو شيء المشكلة نتاع الجمعيات كلها مشكلة مادية فهمتي فلوس معناتها احنا فريمون جمعيات برشا جمعيات اللي يعانيو من الفلوس هما ما عندهمش كيما بعض الجمعيات الآخرين زادة ما عندهمش مشاكل نتاع مال نتاع فلوس معناتها هذا هو اللي وربي يعينهم معناتها قاعدين يخدموا زادة حتى في الصغار فهمتي ولا وإن شاء الله منير والله هو كما قال معنا كمال الجمعية النسائية بصفاقس جمعية متاع القاب معناها في تاريخها هز بطولات وهز ثنائي معناها سنة ريت الحقيقة قفزة نوعية من حيث النتائج ربما الفريق أنا ما نشطرش كمال اللي يقول كانت عندنا مشاكل فلوس أنا نقول له كانت عندكم مشكلة مسيرين لأنه رئيس لا الجمعية لا السابق كان سامحني كمان خلينا نكمل وبعد نسالش باش انا ما ننساش وبرا شوف المشكله راه مش كان الفلوس راهي ديما هامه راهو معناها تتول المنحش تتصب راهو ما بين الوزاره ولا ما بين احنا تو مثلا كولايه ولا بلديه احنا رانا ناخذوا 16000 دينار ولا 14000 دينار من الوزاره وعلى دي ترونش من البلديه ناخذوا 2.5 مليون ومن الولايه ناخذوا 2.5 مليون هذوما بريسك 20 مليون ولا اقل شويه انا هذوما 20 مليون برك ما يجيوش شهريات للمدربين اللي تو عندي كمال باش نكملوا منير مع البطوله العربيه لكن قبل باش نخرجوا فاصل اشهيري وراجعين.